بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكون محاضراتنا شباب بالفصل الثالث اللي هو الـ Infinite Series and Infinite Sequence. اليوم وصلنا إلى موضوع الـ Repeating Decimals، الكسور العشرية المتكررة. نحاول ناخذ كسر عشري متكرر و نحوله إلى عدد صحيح، كأن يكون كسر أو عدد صحيح، نحوله إلى الأعداد الصحيحة. هنا يقول لك we can use geometric series to repeating decimals. بإمكان استخدام الجيومتريك سيريز حتى نحول الكسور العشرية المتكررة إلى أعداد صحيحة مثل ما وضحنا. طيب هسه هنا عندنا مثال، نشوف هذا المثال. يقول express the repeating decimals اللي هو 0.333. هنا عندي الثلاثة متكررة as the ratio of two integers. حول لي هذا الكسر العشري المتكرر اللي هو 0.3333 إلى آخره، حول ياها إلى ratio كسر من عددين صحيحين. هسه نجي نحل هذا المثال. هذا عندك إذا تجي تأخذه، هذا معناه أنه صفر عدد صحيح وثلاثة بالعشرة زائد 3% زائد 3 بالألف زائد 3 بالـ10,000 زائد 3 بالـ100,000 وهكذا. نجي نحولها إلى سيريز. فهسه من تجي هنا تأخذ تصير عندك معناها 0 زائد 3 على 10 اللي هي 3 بالـ10، بدل ما أقول 3 بالـ10 بالصيغة العشرية أحولها إلى الكسور الاعتيادية، فتصير عندي 3 على 10 اللي هي 3 بالـ10 زائد 3 على 100 اللي هي 3% وهكذا، زائد 3 على 10 أس 3 زائد 3 على 10 أس 4 زائد 3 على 10 أس 5 ونستمر بها. طيب هسه راح شو نسوي؟ الصفر ما له علاقة بهذا، هذا الصفر ما له علاقة به، هذا ما أقدر أقول عنه الحد الأساس البيس لل للجيومتريك سيريز، لأن إذا قلت هذا اللي هو الـ A يساوي صفر راح شو يصير عندي؟ إحنا إذا تتذكرون عندنا الـ الجيومتريك سيريز شنو الصيغة مالتها؟ A R أس N ناقص 1 اللي هي شو يصير هنا؟ إذا تفكها يصير عندك A R أس صفر زائد A R أس 1 زائد A R أس 2 زائد A R أس 3 وهكذا تستمر بها. اللي يريد أبين هنا أنه شنو، إذا أخذت أنه تتجه هنا ستقول أنه الحد الأول هو يساوي البيس، الحد الأساس بالنسبة للجيومتريك سيريز، على اعتبار أنه هذا أول حد فنأخذ الحد الأساس. هنا ما يصير، ليش؟ إذا أخذت هذا الحد الأساس أنه الـ A يساوي صفر، فإذا تلاحظ هنا كل التيرمات هي موجود بها الـ A مضروب بمن؟ مضروب بالرشو مالتنا الـ R، فهذا إذا عندك هنا صفر هذا الحد كله صفر، هذا هنا مضروب بصفر الار مهما كانت قيمة الريشيو مالتي راح هذا يكون صفر، هذا يكون صفر، هذا يكون صفر وهكذا. طبعا هي موجودة عندي انا هيك جيومتريك سيريز، كل حدودها هي شنو؟ كل حدودها هي تكون صفر، وبذلك تكون متقاربة والسم مالتها يساوي صفر، بس مو بهذا مثالي، هذا مثالي ما اقدر اخذ هذا الحد يساوي صفر. البيس البيس هنا البيس تير ما اقدر اخذه، شو يسوي لنا؟ صفر. اذا هسه اثبتنا انه هذا الاي ما يساوي صفر، شو نسوي هسه؟ نجي نباع هنا نحاول انه نحصل جيومتريك سيريز بصيغتها المعروفه اللي اخذناها. فانباع هنا نقدر شو نسوي هسه؟ اذا تشوف هنا انه 3 متكرر عندك بكل الحدود والعشرة كذلك متكرره في كل الحدود كاساس، فشو نسوي؟ ناخذ 3 على 10 كعامل مشترك. هسه هنا هذا الصفر ما له علاقة به، ناخذ هنا 3 على 10 كعامل مشترك. طلعت 3 على 10، من تجي هنا 3 على 10 اخذت من انت ايش بقى؟ بقى 1. 3 على 100 اخذت من 3 على 10 ايش بقى؟ بقى 1 على 10.
هنا هذه أخذت معناتها 3 على 10، شبق عندي؟ بق عندي 1 على 10 تربيع، هنا بق عندي 1 على 10 تكعيب، وهكذا. اللي هنا عندي 3 على 10 أس 5، يصير عندي 1 على 10 أس 4 إلى ما لا نهاية. هسه إذا تباوع هذه صارت عندي عبارة عن جيومتريك سيريز. هسه اللي حصلته إنه هذا هو الجيومتريك سيريز مثل ما أخذناها سابقا. هذا هو اللي يتعامل وياه كجيومتريك سيريز، هذا الوحدة، هذا الجزء هو اللي راح يمثل لي جيومتريك سيريز. هذه الجيومتريك سيريز أقدر أخذ لها شنو؟ أقدر أخذ لها سم. زين، هنا طلع عندي سم المن اللي هو الاس سب الان المن لهذه الجيومتريك سيريز. هذه بعد تتعامل معاملة الأعداد العادية، هذا كان إذا كان مضروب، وإذا كان مجموع وياه، وإذا كان مطروح، هذا ما له علاقة بي. أنا هنا أحصل على السم يكون عندي أي عدد، اللي يقول مثلا 3، طلع السم مالته اللي هو الاس سب الان طلع عندي يساوي 3، فأجي أقول 3 أبو احنا هذا مضروب عندي الحد به، فشو يصير عندي 3 على 10 في 3، ويصير عندي 9 على 10، وهكذا. طيب نيجي هسه إذا هذا الجيومتريك سيريز مالتنا، عرفنا انه هذا هسه صارت عندي شنو؟ صارت عندي جيومتريك سيريز. هذه الجيومتريك سيريز اذا تباع لها هسه هنا هذا هو الاي الحد الاساسي اللي هو البيس يساوي الواحد، والار تقدر تطلع منين؟ تقسم هذا، قلنا تقسم الحد اللاحق على الحد السابق، وتقسمه مو بس واحد وتكتفي، مرتين تيجي تقسم هذا الحد الثاني على الحد الاول والحد الثالث على الحد الثاني. فمن اقسم الواحد على 10 على 1 تطلع عندي قد 1 على 10، اقسم الواحد على 100 على 1 على 10 شو يصير عندي؟ تطلع عندي ايضا 1 على 10. اذا تاكدت انه انا عندي الريشيو مالتي هي 1 على 10. شباب بس هنا اريد اكد على نقطه، اذا اجيت لقيت هنا سالب موجب او بالعكس، يعني سالب موجب سالب موجب او موجب سالب موجب سالب، هنا راح يكون عندك الريشيو شنو؟ يكون عندك الريشو سالب، بس هاي شو تبونه. زين، فهسه من هنا حصلت؟ حصلت على الجيومتريك سيريز مالتنا بها الاي مالتنا اللي هو 1، والريشو مالتنا هي تساوي لنا 1 على 10، والجيومتريك سيريز نعرفها احنا كونفرجس. ليش؟ لان من الار مطلق ار اصغر من 1، اذا هاي الجيومتريك سيريز مالتنا شنو؟ كونفرجس. بما انه كونفرجس الها سم، وهذا احنا اللي نريده. زين، فالسم مالته حسب القانون مالتنا اللي هو الاي على 1 على ناقص الار تساوي ان الاي قلنا 1 على 1 ناقص الريشيو مالتنا هي 1 على 10، تدخليها بالصيغه الكسريه او تدخليها بالكسر الاعتيادي او بالكسر العشري، ماكو مشكله. فهنا طلعت عندي شنو؟ 1 على 0.9. زين، هسه اجي اقول اذا هذا الكسر العشر المتكرر اللي هو 0.3333 الى اخره شو يساوي؟ يساوي هاي 3 على 10 في مجموع الجيومتريك سيريز اللي هو 1 على 0.9، فهذه اضربها بعد ضرب اعتيادي صارت عندي 3 في 1 3، 10 في 0.9 تساوي لنا 9، وتساوي لنا 3 على 9 وتساوي 1 على 3. إذا الكسر العشر المتكرر اللي هو 0.3333 يساوي 1 على 3 بالكسور الاعتيادية. شباب هنا بس خلي أوضح لكم هذا القانون منين إجى، هذا قانون المجموع منين إجى، خلينا نشوفه. عندنا هذا السؤال اللي جينا له، إحنا قلنا الجيومتريك سيريز شنو؟ الجيومتريك سيريز يساوي هذه نجي نفكها summation عندما ال n تساوي 1 الى الانفينيتي a في ال r اس n ناقص 1، وهنا معناها ال r اس 0 اللي قيمته شو تساوي؟ تساوي 1، فصارت عندي قيمة 1، فقيمة ال r هنا 0 مثل ما بينا في المحاضرات السابقة، زائد a r زائد a r تربيع زائد a r تكعيب زائد a r اس 4 الى ان نوصل الى a في الـ R أس N ناقص 1. زين، هنا شو تسوي؟ تجي تاخذ هاي الـ S سب الـ N اللي هي هذه نفسها، هذه عبارة عن مجموع قلنا،
جاي نحكي على الجيومتريك سيريز. فهنا صارت عندي هسه الاس سب الان تساوي هذه، يعني هذا هو يمثل شنو؟ الاس سب الان اللي هو هذا حدود مالته، جبته نزلته هنا. راح شو اسوي؟ اضربهم في ار، هذه نفسها اضربها في ار. ايش حصلت؟ حصلت على جيومتريك جديده اللي هي هذه، الار مضروبه بمن؟ بالاس سب الان. فراح شو يصير عندك هسه هنا؟ هذه اي، هذا عندك هنا اي، انضربت بار، يعني بما انه ضربت الاس ان راح شو اسوي؟ اضرب الحدود مالتها كلها بار. فهذا هنا صارت شنو عندي؟ كل ار تزود قيمته واحد، فصارت عندي اس واحد عفوا. فهنا شو صار عندي؟ اي صارت عندي اي ار، الاي مضروبه بالار صارت عندي اي في الار تربيع، الاي ار تربيع صارت عندي اي ار تكعيب، وهكذا حصلنا على جديد. هاي هنا عندي سيريز جديده اللي هي شنو؟ بدل ما الاس سب الان، هذه الجديده شو اسمها؟ الار مضروبه بالاس سب الان. هسه شو اسوي؟ اقول هذه الاصليه مالتنا ناقص اللي حصلتها استنتجتها من الضرب في ار، فصارت عندي الاس سب الان ناقص الار مضروبه بالاس سب الان. شو تساوي؟ هسه من تجي تباع هنا كانه هذا تضربها في سالب واحد، فكل الحدود مالتها راح شو تصير؟ تصير سالبه، وهكذا. فشو يصير عندك؟ انه هذا الحد هذا ماكو ولا مقابل يساوي بالمقدار ويعاكسه بالاشاره، فراح يبقى. فيختصر هذا الحد يختصر ويا من؟ ويا هذا الحد، هذا الحد يختصر ويا هذا، هذا الحد يختصر ويا هذا الحد، هذا الحد يختصر ويا هذا الحد، الى ان نصل الى الاي اس اي في الار اس ان ناقص واحد. ايضا هنا موجود اي في الار اس ان ناقص واحد يسبق هذا الحد، يختصر يبقى عندي هذا الحد ويبقى عندي هذا الحد. طبعا هذا الحد اشارته تكون سالبه. فصارت عندي هسه هذه، بقى هذا اللي بقى عندي الاس سب الان مضروب ناقص الار مضروبه بالاس سب الان تساوي ان الاي ناقص الاي ناقص الاي ار اس ان، هذا اللي حصلته هسه. طيب هسه شو نسوي؟ اخذ الاس سب الان عامل مشترك، اخذتها عامل مشترك، هذه ايش بقى عندي؟ بقى عندي هنا واحد ناقص الار، اخذت من الاس سب الان بقى عندي شنو؟ الار، وتساوي هنا شو اخذ العامل المشترك؟ الاي، اي ايش يبقى عندي؟ يبقى عندي هنا واحد، وهنا يبقى عندي شنو؟ ناقص الار اس ان. زين بس ايش نسوي؟ احنا نريد الاس سب الان هذه، وتاخذ البعيد على القريب تقسمهم، صارت عندك هسه الاي بالواحد ناقص الار اس ان على الواحد ناقص الار. زين احنا جاي نحكي على الجيومتريك سيريز، ونعرف انه الجيومتريك سيريز اذا كان المطلق الار اصغر من واحد فيكون لها مجموع. اذا حديث عن الجيومتريك سيريز اللي الار مالتها الريشيو مطلق الار شبيه اصغر من واحد. اذا هذا هنا ملاحظه منطقيه انه المطلق الاكس اللي حسب الملاحظات السابقه اللي اخذناها، عندما مطلق الاكس اصغر من واحد بالنسبه، اذا اخذنا ليميت للار للاكس اوس ان، احنا شنو نقول؟ اللي هو هذا القانون، هذا القانون انه ليميت للار اوس ان عندما الان تقترب من الانفينيتي شو يساوي؟ يساوي صفر. شو وقت؟ اذا كانت عندي الار هذا الار مطلق الار شبيه اصغر من واحد. سابقا احنا اخذنا شنو؟ بدل الار هناك كنا نقول شنو؟ كنا نقول اكس، عندما مطلق الاكس اصغر من واحد. هسه اللي غيرنا شنو؟ بس الار متغير، بدل الاكس اخذنا شنو؟ اخذنا الار. فهسه نجي ناخذ المن، ناخذ ليميت للاس سب الان، وتساوي شنو؟ تساوي ليميت لهذا الحد، ليميت لهذا المقدار اللي هو شنو؟ الاي في الواحد ناقص الار على الواحد ناقص الار، طبعا الليمت يوزع عليهم. فهذا المقدار راح يكون؟ راح يكون زيرو مثل ما اثبتنا، مثل ما قلنا حسب هذه الملاحظه، هذا راح يصير عندي زيرو. بس صارت عندي واحد اي في واحد، وهذا صفر عندي على الواحد ناقص ار. اذا الاس سب الان شو تساوي؟ تساوي ان الاي على الواحد ناقص الار. واحنا قلنا اذا كان الار اصغر من واحد فالمتسلسله
الهندسة يشبهها متقاربة ولها مجموع، وإذا الآر أكبر من واحد في المتسلسلة تكون متباعدة.